البرنامج أيضا بالتعاون مع الجمعية الشرعية بالفيوم قدر يقدم بضاعة كشك الحالة بمنطقة الفواخير، وأيضا عمل التحاليل اللازمة لحالة أخرى من مركز أقصى، وساهم في تجهيز 3 فتيات بمركز الصوفي. تعالوا نشوف التقرير. الحمد لله ربنا افتكرني بمرض الكبد، والتحاليل بتاعته غالية ومكلفة عليا لأن العيشة صعبة ومش بشتغل. فاتصلت ببرنامج واحد من الناس، حولني على الجمعية الشرعية وعملوا لي بالتعاون مع بعضهم تحاليل على حسابهم في أنظف معامل خاصة بالفيوم، وده اللي خلاهم يساعدوني برضو أكتر إن أنا أصرف العلاج، والحمد لله وهم ساعدوني إن فتحوا لي كشك عشان يدر دخل عليا وعلى أولادي لأن أنا ما بشتغلش. البركة في ربنا في برنامج واحد من الناس، واشكر برنامج واحد من الناس على مساعدتهم ليا في الكشف وفي التحاليل. بنتي كتر بجهاز، وخدنا واشكركم قوي، وخدنا الغسالة ومفرش ودست الكوبايات. اشكر برنامج واحد من الناس واشكر الجمعية. محتاجة مساعدة، وخدت غسالة وطقم مليات وطقم كوبايات، وبشكر الجمعية وبشكر برنامج واحد من الناس. أشكر البرنامج عشان أعطاني 500 جنيه والجمعية عشان أجيب جهاز لبنتي، وبشكركم جميعا. قامت الجمعية الشرعية قطاع الغرق محافظة الفيوم بالتعاون مع برنامج واحد من الناس بمساعدة عدة حالات، منها كحالة مرضية مرض الكبد، قامت بإعداد التحاليل الطبية لها وكل المصروفات، وأيضا مساعدته في شراء بضاعة لبناء كشك ليكتسب ويسترزق منه. ثم قامت أيضا بمساعدة حالة زواج يتيمة بمبلغ 500 جنيه، إعانة لتجهيز العروس. ثم قام أيضا برنامج واحد من الناس بالتعاون مع الجمعية الشرعية بتجهيز 3 عرائس بأجهزة كهربائية، على سبيل المثال غسالة وبعض المفروشات. جزاهم الله خير وكثر الله من أمثالهم.